ممكن يبركوك. الله يا لطيف. استوى الطيارة هون عمي. ليش هون في ارهاب؟ هون في ارهاب يا الله. دخيل اسمك هون في ارهاب. هنا عن مرت العيشة. بسم الله عند حصه الطوف. يلا طال طال في صابة واحدة في صابة واحدة شلناها في صابة واحدة شلناها راسنا نار وصابة خفيفة الحمد لله. السوا حيوانات صاروخ ما في غير مزرعة بار وسقطوا الحيوانات. هذول الحيوانات هذول الزنبون هذول تفرج عشان تصور مين تصور لهم. طلع حيوانات الزنبون هذول طلع طلع سمنا بني ادمين عم بياكلوا. هذول الزنبون هذول الحيوانات كبرنا منه كمان لسه. الزنبون هذول الحيوانات طب الزنبون قوات النظام تستهدف حيكر محمد. الآن أدى الصاروخ إلى سقوطه إلى مدجنة حيوانات. هناك إصابة شخص وعدد كبير من الأبقار وغيرها من الأغنام. مدجنة يستهدفها النظام لا يستثني أي شيء. يستهدف كل ما يراه في مدينة حلب. يستهدف بشكل عشوائي المناطق السكنية والمناطق الزراعية وكل شيء يريد استهدافه هو مدنيين فقط. قوات النظام تستهدف منذ الصباح الباكر إلى الآن ب 17 غارة جوية كل أحياء مدينة حلب، لكن أغلبها الحمد لله أضرارها خفيفة إلا هذه الضربة. وهناك 3 شهداء في حي دوار الحاووز باب النيرة، وهنا إصابة شخص وعدد كبير من الحيوانات كما نرى الأبقار هنا أصيبت بفعل قوات النظام وصواريخها.